قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد إذ بي أرى جنازة يحملها أربعة من الرجال فقلت جنازة يحملها أربعة والله لأكنن خامسهم فسار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة وقال لهم لما أنتم أربعة؟ قالوا والله لا ندري لقد استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل وندفن قال سبحان الله حتى الأربعة استأجرتهم هذه المرأة فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب من لي سواك هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتي اللهم فارحمه اللهم فتجاوز عنه يا رب من لي سواك ونظر الحسن البصري وتامل في وجه المراه وهي تبكي وتبكي ثم ابتسمت المراه وانصرفت فتعجب الحسن البصري وبدا يجري وراء تلك المراه قفي يا امراه ها انا استحلفك بالله ما امر صاحب الجنازه قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي قال أنا الحسن البصري من علماء المسلمين قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك أيها الحسن هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة أنه ما ترك من شيء يغضب الله تعالى إلا وفعله لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله فكنت أقوم في جوف الليل وأقول يا رب بل لي سواك اللهم اهد هذا الشاب العاصي كنت ادعو عليه بدايه ولكني لما لجات الى ربي ودعوته ان يهديه قد استجاب الدعاء الاول الا وهو الدعاء على ولدي فابتلاه الله بمرض اقعده في الفراش فلما دنا الموت واقترب الاجل نادى علي قال يا اماه استحلفك بالله اذا انا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر، وقولي: هذا جزاء من عصى الله، وخالف أمر مولاه، قالت: وفعلت، ثم نظر إليّ كأنها نظرة وداع، وقال لي يا أماه: لا تخبري أحدا من أهلي؛ لأنهم لو علموا بموتي؛ فلن ولم يترحموا علي، ما رأوا مني خيرا قط، واستأجري أربعة من الرجال يغسلنني ويكفنني، ويحملنني. ويدفنني ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله في آية قالت والله يا حسن بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت يا رب من لي سواك يا رب من لي سواك قالت المرأة فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي يا أماه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين. يا من عصيت الله ليل نهار بأي قدم ستقف بين يدي الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين